بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. ومن داخل سوق الثلاث النهاردة يا جماعة سوق ضراء، ومن داخل سوق البقر العشر بالأخص والعزب العشر. نخش نعمل لكم تقرير بأسعار العزب العشر والبقر العشر. صلوا على سيدنا النبي فور اليوم، ما تنسوناش في لايك يا جماعة، بالصلاة على حضرة النبي. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر يا عم، اللهم بارك يا عم. سامحت انت قدام الكاميرا السعوديه، كنت قاعد تجيبني على التلفزيون. اه نجيبوك على كده في العشرة. بقر سابق انا معاي. الله يوسع عليك. تعال نكه امسك لي واحده. وها يا رب صلاة النبي. ادي البقر يا جماعه، ادي البقر، ادي البقر، ادي سوق ضراء بيجيب لك الحياه اللي خلايط بقر. تبارك الله، قول زي ما انت عايز. الصلاه على النبي عليك يا عم، الله يوسع عليك. عايزين الحياة الحلوة دي تنتشر في السوق. بسم الله ما شاء الله. ما انا رايح لها دلوقتي، بس عايز اعرف ايه سنها. سنها بقرة سادة على الاول. قافلة على الاول يا جماعة، سادة على الاول. البقرة دي هتبقى برقم يا جماعة عشان محدش. شايفين الشرشور؟ شايفين الشرشور يا جماعة بتاع الدار؟ شايفين الصلاة على النبي؟ شايفين؟ الله أكبر. صلاة النبي، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلاة النبي يا عم، الله أكبر. العشر كام يا معلم؟ سبعة. العشر سبعة، صلاة النبي. والفلوس؟ 33.5. 33.5، الصلاة على النبي. تبارك الله. تبارك الله يا عم، تبارك الله. دي لو ولدت يا جماعة تعدي ال 45,000. تفرج يا عم، قدرت انزل على الفيديوهات. 33.5 لو ولدت، ربنا رزقك بذكر منها. لا قابل جايبينها صوب البقع. صلاة النبي يا عم. العشر سبعة. صلاة النبي يا عم، صلاة. شايفين فتحاتها من ورا يا جماعة؟ صلاة النبي يا عم، ما شاء الله والله. صلاة النبي. ايه تاني معاك يا حجي غيرهم دول؟ الله يوسع عليك. ومعاك دول، حط لي كده التليفون في الأول. تليفون 011 011 42 42 66 26 90. اسم الكريم احمد رقم مساري ده. صل على النبي يا عم. ومعاك الاثنين دول معلم احمد. اه خلي بالك، خلي بالك. الحمر ده عشر كام؟ دي 10 4 وكسر 4. 10 4 وكسر 4 يا جماعه. والثانيه 10 8. 10 8. والفلوس فيه؟ دي 28000. دي 28000. ودي 19. ودي 19 يا جماعه. كده انت عرفت السعر. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، عرفت السن وعرفت السعر. خلينا نفرجك على البقر. حاضر. صلاة النبي، صلاة النبي. تبارك الله، الله اكبر. صلاة النبي، الله اكبر. العشر 5 1 يا ابو عزيز. لا لا لازم مباشر على طول. صلاة النبي تبارك الله. صفحة المزرعة. حط لي التليفون ثاني كده عمدة. 011 011 42 66 66 26 26 90. هتصدع النهاردة أنت عشان خاطر البقرة الأولانية والبقرة دي. تبارك الله. دي سنة قلت لي إيه؟ سادة دوب على الأول. قافلة. ورينا كده سنة. قافل على الاول يا جماعه. ده موز ده. اه ده موز. بس قافله قديم دي. ايوه قافله قديم دي يا جماعه. صورها. صورتها. ايوه صورها. صورها يا باي. اه تختلف دي على ما على في التاسع. اهم حاجه تصور عبد النبي. لا مش عم يا رجل، سوق مليان. عشر ده حق محمد. عشر كام معلم؟ ست شهور. ست شهور. السنة؟ سادة جديد. سادة جديد. والعشر ستة يا جماعة. الفلوس يا معلم؟ 20 و100. 20 و100 يا جماعة. تبارك الله. كم تليفونك لحد عاد توصل معك فيها؟ تليفونك كم؟ 011 566 353 78. الحاج محمد. سلام ابو محجوب. ماشي عم سلام، الله يوسع عليك.
صلاة النبي الله أكبر. تفرج على الحلويات يا جماعة، أقول لكم سوق دراوق في السوق تعدى عليه في البقر، تبارك الله ما شاء الله، الله أكبر. صلاة النبي يا صلاة النبي صور يا راجل، صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي اطلع 28 و200 والعشر تاع صلاة النبي. العشر كم؟ سبع شهور. سبع شهور يا جماعة العشر. ايوه سبع شهور العشر. صلاة النبي تبارك الله. بصوا يا جماعة الله أكبر، شوفوا صلاة النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. الفلوس كام يا عمدة؟ ها صلاة النبي 28 و200 يا جماعة. صلاة النبي تبارك الله. والعشر السبع، العشر السبع يا جماعة. صلاة النبي بقرة بصراحة، الله ينور. كم زكاة هاي؟ كم تليفونك؟ تليفونك قول التليفون يا رجب، أنا السكرتير بتاعي قول. التليفون التليفونات اللي خربت التليفون يا عم الحاج. مش حافظ انت؟ ما هو ده شغال، مش حافظ انه انا فاضي حافظ. 10 يا حاج، 10 6 والسابع ده يا جماعه. خلص السعر الستة وما شاف السعر. السنة يا خال، اربع سنات. ما تورينا كده يا خال، هات امسك لك الحبل ده، شديده شكلها. لا خلاص سيبها سيبها، هتضيع الدنيا دي. كم الفلوس اخا؟ 25 و100. صلاة النبي يا عم، 25 و100 يا جماعة، 25 و100. صلاة النبي تبارك الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كم التليفون اخا؟ 011 011 43 40 40 90 17 28 و200. صلاة النبي. والدة ثانية، الولدة الثانية اللي بطلها 28 و200 يا عم، تبارك الله، الله ينور عليك يا حبيبي والله. معلم رمضان، ايه اخبارك؟ ايه الحياة الحلوة دي؟ صلاة النبي يا عم، صلاة النبي يا عم. وفين الحلويات يا جماعة؟ الله اكبر. 10 4 شهور ما كسرتش ولا سنة، ولا سنة كسرت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صلاة النبي، صلاة النبي، ورينا السنة يا عم. هي باينة ان هي لبان، بس بان في يعني كده خلاص. صلاة النبي، صلاة النبي. شوف الادب، بص حط ايدك فيه. هو الادب فضلوه على العدد. حط ايدك فيه، حط ايدك من ورا كمان، شايف الادب؟ اخجلين. صلاة النبي، صلاة النبي. لا عايز تتأدب شوية، عايز تتأدب شوية بس. هي كام الفلوس يا معلم رمضان؟ خلينا واحدة واحدة، كام دي الفلوس؟ 21 و200. استغفر الله، 21 و200. الله يوسع عليك. والثاني يا معلم عشر كام دي؟ صلاة النبي البقرة دي حلوة قوي جدا. 10 7 دي عزب يا جماعة. 10 7 وحدوه. 10 7 سنة يا معلم رمضان، جوز عزب. بقول لكم يا جماعة هذا السن جوز يا جماعة، تبارك الله يا معلم. وحدوه. والفلوس حق رمضان؟ والله دي اخي عليها 25 و800 وبيشتروا فيها ب 26. 25 و800 دي الفلوس يا جماعه، والشراء 26 ونص، وتستاهل بصراحه. حاجه نظيفه، وعشر سبعة وكسر جوز، وحاجه تبارك الله. والتليفون يا معلم رمضان؟ 011 29 27 27 26 26 56 56. معلم رمضان يا جماعه، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي. متشكرين يا معلم، ماشي يا معلم. اكبر تاجر عجله بكريه، اكبر تاجر عجله بكريه. ايه اخبارك؟ شكلك تعبان يا معلم. والله قلت الصوت مش طالع النهارده. انت بشر والله. ليه؟ الله يومين. الف سلامه عليك يا عم يوسف. تمام والله. ايه الحياه الحلوه دي ما شاء الله؟ هذا الخليط سمنتال يا جماعه، تبارك الله، الله اكبر. هذا الخليط سمنتال، دي خليط سمنتال عالي ما شاء الله، تبارك الله. صلاة النبي، صلاة النبي. العشر ثلاثة هنا؟
ثلاث شهور ابو سنه. والسنة يا معلم؟ كسر اربعة ابو سنه. كسر اربعة يا جماعه، عشر ثلاث شهور. عشر ثلاث شهور ابو سنه. والفلوس يا مع... هولندي ابو سنه، فلوسها 23.5. 23.5. 27. صلاة النبي، ما العشر صغير برضه معلم. اللي بعده اللي ما عشرك راح تبقى 35. لا يا راجل. طب كل لحم بكام ابو سنه؟ لا ما تجزرين ما تعبانين دلوقتي. والله تجزرين ما كتر خيرهم الله يوسع. يمين ب 170، صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. أقسم بالله العلي العظيم. صادق يعني. عنده بهايم أحسن من عنده أحمد. أيوه صح. صح. طب القصب بيجيب كم من فلوس 10,000. دي لو ولدي توفى 15,000 في السنة، الله يصلح حالنا وحال اللي يزرع بها. آمين يا رب آمين. ودي عشر كام يا معلم؟ دي ثلاثة. دي عشر ثلاث شهور يا جماعة. 22.800. 22.800. والسنة يا معلم؟ ولا سنة. لبانة. لا خلاص تمام. صلاة النبي. أنا كلمتك سيف والله، أنا مصدقك والله. صلاة النبي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. دي كام دي؟ عشرة كام؟ عشرة سبعة؟ صلاة النبي. السن جوزة يا مان. صلاة النبي تبارك الله. لا لا جاب كله اللي بجند مين؟ عند المعلم عادل. مين؟ عند المعلم عادل. الله رايل انا بحبه يا جماعه. صلاة النبي تبارك الله. صلاة النبي معلم عادل. بحبك والله انا بحبك يا معلم عادل والله. تبارك الله. صلاة النبي يا جماعه. العشر سبعة؟ صلاة النبي. صلاة النبي يا جماعه. صلي على حضرة جماعة سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. خذ العجله دي تعال. صلاة العجله دي حلو بس احلى عجله فيهم العجله دي يا جماعه، العجله دي جعانه شوي عايز تتكرم، العجله دي لو اتكرمت بفلوس. دي 23.5. العجله دي لو اتكرمت بفلوس. ازيك يا باشا؟ اخبارك؟ لو اتكرمت. يا عم خالد ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ تمام؟ منورنا والله. ايه اخبارك؟ هذا الرايل ده يا جماعه من مشاهدينا، يعني من اكثر الناس مشاهدين القناه. منور يا معلم، ايه اخبار السوق النهارده؟ السوق كويس، في اسعار حلوه. الغنم شادد بس صح؟ مالكش فيها. البهائم الكبيره. الله يوسع عليك يا معلم خالد، نورتنا والله. حبيب يا معلم، الراجل ده بيكلمنا على طول والله على الواتس يا جماعه، راجل حبيبنا يعني. دي بكام بقى؟ 24.800 دي يا جماعه. صلاة النبي، جر يا معلم. يا جماعه صلاة النبي تبارك الله. صلاة النبي 24.800. 24.800 جوز يا عمي معلم عادل. التليفون كم؟ 011 011 579 579 4 8 4 8 6 1 5. سلام لابو مازن. الله يوسع عليك. سلام لابو مازن. سلام لابو مازن يا جماعه. شكرين يا معلم عادل. هذا يا جماعه ده اخر سوق العشر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.